هلا وغلا بأطلق متابعين بالعالم. معرض السيارات موسم الرياض 3 دقائق، خليكم معي. هنا راح تشوف أغرب وأندر السيارات، سواء الرياضية ولا البيكاب ولا الاسيوفي. وعندنا هنا الجي اللي جاي باب واحد، الرابتر الشكل الجديد، الفورد الموستنج والديفندر، جميع أنواع الموديلات القديمة، سيارات عملاقة جميع أنواعها، وكل شيء راح تشوفه هنا. سيارات كلاسيك موجودة جميع أنواعها. وهنا عندنا بوابة الدخول اللي راح تدخل معرض السيارات. أول ما تدخل من هنا راح تشوف كل السيارات الفخمة هنا وهنا وهنا، القسم التراثي رانج روفر 6x6 فورد. يا جموت الطيبين هذا. حتى سيارة الطيبين هنا كلها موجودة، شاي وقهوة وعلوم طيبة وجلسة بيت شعر وروقان. وهنا السامري، إذا أنت من الناس اللي يحب السامري. سيارات كلاسيك بجميع أنواعها، كتلك القديم يا حبيبي. وهذه زاوية ثانية، تونا ما خلصنا يا الحبيب، باقي. إذا بغيت تجي هنا لازم تكون مفلل نوم يا الحبيب. ونروح البقاني الحين. هنا قسم بقاني، هذه الشركة تعتبر من أغلى السيارات سبورت، 27 مليون 30 مليون. بتشوف هنا أندر السيارات. للمعلومية كل هالسيارات هذه وأغلبها كلها مصورة لكم من قبل، موجودة بقسم الفيديو بالقناة. هلا، أوه الشروق تبارك الله، هذه بعد مصورة من قبل، شيء من الآخر يا حبيبي. لا في جلسات بعد هنا. هنا حطي لك كل اسماء وفئات البقاني. خلصت من بقاني، باقي يا الحبيب تجي للمنصة هذه، ادخل وتشوف سيارات كلاسيك ورياضية. كافي هنا بالنص تتقهوى تتفرج على الحصان.